المكتوم بالجمعة المكتوم الحاضر أيضا لمتابعة الإثارة والتكريم والتتويج في هذه الانطلاقة. كذلك أيضا سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لتسليم الفائزين الجوائز. الفترة الصباحية والشوط الأول سواحل محمد بن صويح بن علوبة العامري وحمد بن صويح بن علوبة العامري يتسلم أيضا وهذه الجائزة وحضور راعي الهدلة أيضا في هذا الحضور صويح بن سالم بن علوبة العامري لاستلام هذه الكأس، استلام التفوق، استلام الانطلاق، استلام الانتاج المتميز. شكرا راعي الهدلة وشكرا أهالي الأحباب على هذا التفوق المتميز في هذا الصباح. الشوط الثاني الخاص أيضا بالإبكار المحليات من خلال المنافسة ذهب إلى سمحة عبد الله بن أحمد بن محمد بن هجفه العامري الذي تفوق أيضا في 7 دقائق و29 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية من خلال هذه المنافسة ليكون التحدي والإثارة حاضرين هنا في هذا الميدان مؤكدين تفوق الكل من خلال هذه المنافسة القوية. محمد بن هجفة العامري يتسلم أيضا هذه الكأس مع أنجالي الكرام أيضا الفوز بهذه الانطلاقة هنا في هذا الصباح وتكريم أيضا الانتاج المتميز في هذه الفترة الصباحية في يوم المفاجآت. الشوط الثالث والشوط الخاص أيضا بالجعدان المحليات من خلال هذه المنافسة وذهب إلى أرجنت محمد بن سهيل بالدليلة العامري في هذا التفوق وفي هذا الأداء الممتاز بتقديم توقيت متميز 7 دقائق 26 ثانية و8 من الأجزاء من الثانية من خلال الفوز بالبندقية التي كانت من نصيب الجعدان المحليات. محمد بن سهيل بالدليله العامري واخوانه الكرام ايضا يتسلمون هذه البندقيه فوزا وانتصارا وانتاجا متميزا ايضا في هذا الصباح. ننتقل للفتره المسائيه لمتابعه التفوق في الأشواط الرئيسية والبداية بكأس الإبكار المفتوح الذي أعلنت فيه متعبة لمحمد بن مطر بن زايد المنصوري تسجيلها لانطلاقات أول هذا الصباح أول هذا المساء من خلال هذه الانطلاقة حمود بن محمد لوهيبي الذي قدم وقاد متعبة بهذا التفوق تحت شعار السيد محمد بن مطر بن زايد المنصوري من المنطقة الغربية في تحديد هذا التحدي وفي تحديد هذا المسار. هنا ايضا محنة صاحبة كأس الإبكار المحليات مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المميز الذي يتسلم ايضا كأس محنة وافضل توقيت في هذا المساء 7 دقائق 15 ثانية و3 من أجزاء من الثانية وأخوانه محمد بن مطر بن مايد وهناك عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد في هذا التكريم. البنادق ويأتي الصعب أيضا في تسجيل اسم متميز من خلال المنافسة استلام بندقية الجعدان المفتوح وأيضا بندقية الجعدان المحليات نايف وشايم سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان ومطر بن سلطان بن مرخان آل استبي وهنا أيضا محمد العويسي يتسلم البندقيتين في تحقيق هذا الشعار الشعار الصعب لأقوى الانتصارات من خلال هذا السن سن المفاجآت. شكرا سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بالجمعة
المكتوم على هذه المتابعة وهذا التكريم. شكرا علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين وتكريم المتفوقين.